غزيرة هائلة الأمطار غزيرة على حرامة شمال حرب. سحابة شمال تربة شرق الطائف تصوير سناب وناس تلبر ما شاء الله تبارك الله. اليوم 27 رمضان ما شاء الله تبارك الله. سيول وادي نساح شمال غرب محافظة الدلم جنوب مدينة الرياض الساعة 3 عصر يوم الخميس 27 رمضان 1443 الموافق 28 ابريل 2022. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما انزلت ولا ما اعطيت. اخوكم رعد الدلم.